مساء الخير غدي إليك ولجميع المشاهدين. فعلا المجازر الإسرائيلية بمختلف المناطق اللبنانية لم تتوقف، ومنذ بعض الوقت شن العدو الإسرائيلي غارة عنيفة على بلدة تفاح قضاء صيدا، وفعلا هو ارتكب مجزرة. لغاية الآن هناك 8 شهداء والعدد قابل للارتفاع، خصوصا أن عمليات رفع الأنقاض لازالت مستمرة، وهذه مجزرة بكل ما للكلمة من معنى، تحديدا ببلدة تفحت قضاء صيدا. هذه البلدة التي كانت أيضا تتعرض للعديد من الغارات الإسرائيلية في الأيام والأسابيع الماضية، ولكن فعلا اليوم نحن نشهد على مجزرة بحد ذاتها. إضافة إلى ذلك، فإنه وبالرغم من كل الاعتداءات الإسرائيلية في الجنوب اللبناني، لا تزال المقاومة تحاول الرد على كل هذه المجازر قدر المستطاع. ولكن أيضا كان هناك مجزرة ارتكبها العدو الإسرائيلي عند ساعات الظهر، وتحديدا بالنبطية ومدينة النبطية، تحديدا شارع كسار الزعتر. هذا الشارع الذي يستهدفه العدو الإسرائيلي بشكل يومي، وفعلا يرتكب المجازر هناك. نتحدث عن استهداف لحوالي 3 أبنية، وهو مجمع سكني كان يسكنه عدد كبير من المواطنين. بحسب ما أفادت لنا فرق الإنقاذ، أنه لغاية الآن انتشل 5 شهداء من هذا المبنى، ولكن العدد قابل للارتفاع. نتحدث عن أكثر من 10 شهداء، ولكن 5 فقط هم من استطاعت فرق الإنقاذ انتشالهم، ولكن هناك عدد كبير أيضا تحت الأنقاض، وأغلبية منهم تحت الأنقاض هم من الشهداء. وفعلا عمليات الأنقاذ، رفع الأنقاض وعمليات الإنقاذ لا زالت مستمرة، وأغلبية هؤلاء الشهداء هم من آل معتوق، خصوصا أن هذا الحي معروف أنه مسكون من قبل آل معتوق وأيضا غيرها من العائلات بالنبطية. وأثناء عمليات رفع الأنقاض أيضا عند ساعات بعد الظهر، استهدف العدو الإسرائيلي مجددا محيط هذه المنطقة، محيط حي كسار، أو كما يقال حي كسار الزعتر، بغارة أيضا على النبطية. وإضافة إلى ذلك، أن هناك غارة على مدينة النبطية أخرى، طالت محطة وقود بالسوق القديم، سوق النبطية، وهو معروف بمحاله التجارية، وكان محط لمختلف أبناء النبطية ولا سيما القرى بقضاء النبطية. ولكن بحسب أيضا شهود عيان وبحسب الفيديوهات التي نراها، فإن هذا الشارع أصبح فعلا مدمر بشكل كبير. نتحدث عن عشرات المباني دمرت، عشرات المحال التجارية أصبحت خالية وأصبحت مدمرة بشكل كبير. إضافة إلى ذلك غدي، وإنه أيضا قضاء النبطية كان هناك غارات كثيفة، لا سيما على عبة، وهذه المنطقة التي تستهدف بشكل دائم، ولكن اليوم عاد العدو الإسرائيلي وأيضا نفذ غارة على هذه البلدة. إضافة إلى ذلك، فكان هناك غارة أيضا على طلعة شوكيم بالنبطية، وأيضا كان هناك غارة على النميري بالنبطية. في هذه الأثناء وتحديدا بعدسة الكاميرا، نستطيع أن نرى الهدوء الحذر الذي يخيم على قضاء صيدا الزهراني بعد استهداف تفاحتة، وبعد الاستهداف أيضا الصباحي للمنطقة الواقعة بين السكسكي والصرفاند، هذه القرى التي أصبحت خالية من السكان، وفعلا ليس هناك عدد كبير من السكان الذين يقطنونها، فقط بعض الذين يرفضون إخلاء المناطق المستهدفة هم من يبقوا في هذه المناطق. أيضا غدي، الغارات الإسرائيلية تطال مختلف الأقضية بالجنوب وفي قضاء صور، يوميا هناك سلسلة من الغارات العنيفة. كان هناك
غارة على بلدة معروب وتحديدا بحي البلدة القديمة، إضافة إلى أنه كان هناك غارات على الطريق العام بين طورة ومعركة منذ بعض الوقت، وهذه القرى هي بقضاء صور نتحدث وليس فقط صور المدينة. أيضا كان هناك غارات على العباسية، كان هناك غارات على عيتيت، وثلاثة غارات عنيفة على شمع، إضافة إلى غارات صباحية على لشعيتية ما أدى إلى تدمير منزل. إضافة إلى ذلك و خلال النهار كان هناك عدوان إسرائيلي، نتحدث عن أكثر من 17 غارة على منطقة الحوش بصور، بعد تهديد المتحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي أفيخاي أدرعي لهذه المنطقة. بعد قرابة أكثر من نصف ساعة كان العدو الإسرائيلي قد شن هذا الهجوم، وفعلا أحياء بأكملها بالحوش بصور دمرت، وفعلا هذه المنطقة أصبحت خالية من السكان، وفرق الإنقاذ ما زالت تبحث ما إذا كان هناك أي شهداء أو حتى جرحى بهذه المنطقة بعد هذه الغارات العنيفة جدا. غدي ببعض أو بأغلبية القرى بقضاء صور، وتحديدا أيضا بقضاء صيدا والتي تقع على أطراف صور، وأيضا بعض القرى بقضاء النبطية ليست على اتصال بالعالم، خصوصا أنه في بعض المناطق لا يوجد الانترنت أو حتى لا توجد الاتصالات، وذلك بفعل انقطاع الشبكة ببعض الأحيان بسبب النقص بمادة المازوت ببعض فروع أو ببعض شبكات ألفا وأمتسي بهذه القرى بفعل الاعتداءات الإسرائيلية. ونستطيع أن نتحدث أنه من صيدا وباتجاه الجنوب هذه الأوتوسترادات هي أصبحت شبه خالية. خلال الجولة الصباحية التي قمنا بها كنا نشهد على أن هذه الأوتوسترادات أصبحت غالية، وأغلبية هذه القرى غير مقطونة من قبل السكان. وعندما سألنا لماذا بالنبطية يوجد بعض الأشخاص في هذه الأبنية السكنية، فهم قالوا أنهم غادروا ربما النبطية ولكن عادوا إلى بيوتهم، واعتبروا أن البقاء في هذه البيوت أفضل من اللجوء إلى مراكز إيواء أو غيرها. وأود أن أشير أنه أيضا كان هناك غارة من مسيرة على بلدة الخرايب، أيضا قضاء صيدا في ساعات بعد الظهر. وأثناء هذه الجولات التي قمنا بها على بعض هذه القرى، فعلا هذه القرى كما ذكرت أصبحت خالية من سكانها وفيها دمار كبير وكثيف، خصوصا تلك التي يتم استهدافها بشكل من قبل العدو الإسرائيلي. بشكل عام نحن بحالة من الترقب غدي بهذه النقطة بالتحديد، ونتابع طبعا مع فرق الإنقاذ أي جديد خصوصا بموضوع الشهداء بهذه المجازر التي ارتكبها العدو الإسرائيلي. غدي